فرصة مباركة. هلا فرصة مباركة وحين تشرفنا بكم اليوم. الشرف لي جامعة الإمام دايم سباقة لي مثل الشرف لي أنا. الله يحييك معنا. الله واجب وحضورك واجب يعني ما شرنا ما رأينا ما شاء الله. الله يسلمك وجبنا بالتمكين ويزيد تشريف إني كنت رئيسة لجنة قافلة أبناء الشهداء ما شاء الله اللي كانوا عندكم في ضيافتكم مبروك سعيد ونجدد الدعوة إن شاء الله. جائحة كورونا كنا مع أبناء الشهداء بيض الله وجوههم وكانت تحت رعايتك أبرك ساعة لا نجدد الدعوة لكم إن شاء الله وللمدينة إن شاء الله بإذن الله. شكرا سمو الأميرة شكرا لأخوات جميعا شكرا لك جزاكم الله.